ناخد نور. الو، اهلا بيكي، اتفضلي. اهلا بحضرتك، انا من معجبين البرنامج طبعا. ربنا يخليكي، بشكرك منورانا. على الاداء الجميل. ربنا يخليكي يا رب، ميرسي لذوقك، اتفضلي. لو سمحتي انا عايزه، بصي دلوقتي في مشكله ما بيني وما بين جوزي، بقالي سنه ونص على المشاكل ديت. دلوقتي هو بيضربني باستمرار، وبيقعد يعني استغفر الله العظيم يشتمني، وبيبهدلني جدا، وقدام اهله على طول يضربني وبيبهدلني قوي هناك، وانا بروح برضه عادي وكاني ما فيش حاجه. طلبت الطلاق منه كذا مره، وحاولت الانتحار كتير، واخرهم يعني اول امبارح، وهو برضه اللي لحقني. وانا معايا طفله عندها 3 شهور، وقلت له هتنزل لك عن كل حاجه في الشقه، انا مش فارق معايا اي حاجه، انا اخد بنتي واقعد بيها في بيت بابا. وهو برضو مش راضي يطلقني، وانا يعني احنا واخدين بعض عن حب، وانا بحبه، بس هو ايوه. مش هو راضي ايه هو يتكلم ايه معايا. انت بقالك قد ايه متجوزه؟ انا بقالي سنه ونص، وهو في السنه ونص بيضربك ده طبعا. من 5 يوم جواز وهو ضربني في الشارع لما كنا خارجين ما ضربكيش ولا مره وانتوا مخطوبين؟ مرة. لا مش واحنا مخطوبين ضربني، لا مرة بس شد معايا كده في الشارع وزقني، يعني مش اللي هو شدني من ايدي، بس مش اللي هو ضرب. يعني انا كنت بعشرية 5 سنين من قبل الجواز، يعني كنا شغالين مع بعض وكل حاجة، ما كانش كده. انا لقيت انسان تاني، هو كان متجوز قبل كده وطلق بعد 7 شهور طلق من ليه بقى بعد الجواز. 7 شهور؟ ان هي بقى اختلافات، وان هي برضو مش يعني الله اعلم، برضو احنا معرفناش التفاصيل قوي، بس يعني انا تعبت، انا مش عارفة اعمل أهلك ايه، وهو مش راضي يعني يتغير. انا حاولت ان انا أهلك اتغير، عارفين إن هما إن هو بيضربك؟ عارفين وما بيقفولوش، محدش ليه؟ بيقفل عليه. والدك موجود ولا يعني لا والدي متوفي، طب ليكي اخويا ليا اخ، بس هو طبعا عنده عيال، هو قال لي انت اللي اخترتي واتحملي. هم كانوا رافضين في الاول، وانا حاولت معاهم وقلت لهم لا انا عايزاه، انا بحبه وعايزاه، وهو طب هو هيتغير بيضربك مش ليه؟ هيتغير. بيضربك ليه؟ هو تلاكيك بقى مثلا على حاجات في البيت، مثلا لو قلت له انت بتتلكك لي مثلا بلاقيه يضربني. يعني انا كنت لسه والده وضربني، وكان انا والده قيصري، ما كنتش كملت 10 ايام وضربني، والجرح اتفتح ونزفت، وبيقعد يضربني الضرب. هو يعني اكني، بيشتغل ايه؟ هو عندهم ورشة تبريد وتكييفات. طب هو بيشرب اي حاجة؟ اه بيشرب اكيد طبعا. انا طيب، عايز اتكلم في حاجة. تابعينا يا مدام نور، عايز حضرتك تسألها اي سؤال؟ لا انا هعلق بس، اتفضل. وممكن يا رب الرسالة توصل لاهلها كمان. هو دلوقتي بيشرب مخدرات وبيضربها، بيتعدى عليها بالضرب من اول يوم جواز. أسوأ حاجة ممكن تقدمها لإنسان في الدنيا إن أنت تهينه طبعا وإن أنت ما تحترموش. طبعا، وإحنا دلوقتي وصلنا بالكلمة حتى، بالكلمة، مش بالضرب. إحنا دلوقتي وصلنا لمرحلة خطيرة في حالة نور. نور دلوقتي بقت بتفكر في الانتحار. يعني بمعنى إن إحنا ممكن في وقت معين هنلاقيها انتحرت. طيب دلوقتي المفروض إن يحصل تدخل من الأهل، لأن ده أنا من وجهة نظر أي راجل بيمد إيده على مراته لا يطلق عليه لقب راجل. هو ده من أشباه الرجال، وده اللي بيسوق سمعة الرجالة الكويسة المحترمة اللي بتحافظ على ستاتها في البيوت. ده مش شايف ان اهلها ليهم كلمة، فهيديها على دماغها اكتر وهيضربها اكتر وهيهنها اكتر. ومش قصة علشان هي في يوم من الايام انتوا بتعاقبوها ان هي اختارته، عادي. ايه المشكلة؟ ممكن تبقى اختارته وهو كان كويس ومرة واحدة اتغير، مش بايديها. اصل الاختيار ده بيبقى عامل زي البطيخة المقفولة. طيب هل انتوا هتفضلوا رميينها في النار؟ هل انتوا هتفضلوا رامينها لما يجي يقولوا لكم الحقوا بنتكم انتحرت؟ لازم يحصل تدخل من اهل نور ويلحقوا بنتهم ويقعدوا ويعملوا وقفه مع الانسان ده. يا ابني انت هتتغير ولا مش هتتغير؟ لانه كمان لو يعني بيتعاطى حاجه هو غير مسؤول عن تصرفاته تحت تاثير المخدر اللي هو بياخده، ممكن يعمل فيها اي وفي حاجه كمان يا لميا والله بيحصل. لما الراجل من دول اللي بيمد ايده اللي بيهم مراته واللي بيعتبرها زي الخدامه في البيت، لما بيلاقيش ليها اهل الناحيه التانيه بيقفوا لها او بيجيبوا حقها، بيتمادى اكتر وبيديها على دماغها اكتر وبيضربها اكتر وبيهنها اكتر. طيب لو لقى ان اهلها بيقعدوا
وبيتكلموا وعايزين يعملوا قعده ويشوف الدنيا فيها ايه، بيبدا يحترم نفسه شويه. لازم حد يفوقه. طبعا البنت دي هيقوموا على كارثه، او بيقول لك لحقها كانت بتنتحر من يومين ثلاثه. ساعات احنا بنقول ايه؟ ان في بعض العلاقات لما بنوصل بقى في نهايه الحلول، نهايه الحلول، نهايه الحلول، بيكون الطلاق انقاذ للزوج والزوجه، لان ممكن اذا استحالت العشره، اذا استحالت العشره لان ممكن واحد منهم يموت. طبعا دي واحده خلاص وصلت لاعلى درجات الهاي ديبريشن، الاكتئاب، وحرام عليكي وبتنتحر. فين اهلها؟ يا اهلها تابعوها وشوفوها، اقفوا للانسان اللي بيضربها، اللي بيهينها، واللي بيمد ايده عليها، اقفوا اعملوا وقفه، شوفوا ان كان هيتغير ويكمل بالحسنى والموده والرحمه، او ان هو مش هيكمل بكده، يبقى انقذوا بنتكم. وبلاش تحملوا بنتكم كل الخطا وتقولوا اصل انت اخترتيه. طيب اختاريته وطلع الاختيار غلط، هنكمل عليها ونرميها وندبحها؟ بس ده كل الحوار. طيب نرجع تاني لجزئيه كنت حضرتك قبل الفاصل على الصيام. الصيام مجرد ان الانسان بيصوم ده بيخفف اربع امراض ومشاكل نفسيه. الاكتئاب والتوتر والقلق والاضطرابات النفسيه. ازاي؟ انا لما ببدا اصوم انا ببقى صايم عن الشهوات، وببقى صايم عن ارتكاب الرغبات او الحاجات اللي ممكن كانت بتغضب ربنا. طيب انت لما بتيجي تصوم انت بتبقى عامل حسابك الناحيه الثانيه، ان انت بتاخد مقابل على هذا الصيام، ان ربنا بيديك حسنات، فبتبدا تمتنع عن هذا الشيء. فتبدا لما تمتنع عن هذا الشيء ما بيبقاش الصراعات اللي جواك بتبقى متجاوبه مع بعض، فبيبقاش عندك اضطرابات، ما بقاش عندك ضغوط، ما بقاش عندك قلق، ما بقاش عندك اكتئاب. غير كده كمان الصيام عموما الجو الاسري اللي انت بتبقى قاعد في البيت او التجمعات العائليه، انت ممكن تكون في حياتك العمليه شغلك ومضغوط، فممكن ما بتتجمعش مع اولادك خلاص صح؟ طبعا في غدا او عشاء او فطار اجباري. احنا عندنا في رمضان من العادات والتقاليد الجميله في رمضان ان لازم كلنا نتجمع، حتى لو كانت السفره دي باقل التكاليف، بس كلنا بنتجمع، فانت بتحس ان انت بتقرب من اسرتك او من اولادك وبتقرب المسافات، فده بيعمل الترابط الاجتماعي ده او الترابط الاسري، بيزيد الراحه النفسيه وبيزيد الاستقرار النفسي، وبتعرف تبص لاولادك من قريب جدا وتعرف ان انت عندك نعم وعندك ايجابيات.